نيجي لفقرة الاستفسارات اللي وصلتني على البوستز. أتوقع يعني الفيديوهين لحد ما احنا واقفين دلوقتي أتوقع ردوا على جزء كبير. الناس ممكن تكون شافت ده في الفيديوهات، بس تعالوا ناخد الأسئلة ونراجع برضو عليها لزيادة التأكيد. معانا أول سؤال جالي من محمد المليجي. السلام عليكم، سلام حضرتكم. عندي بعض الاستفسارات، ما هي المقاطعات التي بها عجز المهنة طب الأسنان والتي يفضل الهجرة إليها؟ Well. بالنسبة للهجرة I'm not aware of، لأن ما أعرف طريق الهجرة، بس أقدر أقول لك إنه أونتاريو is really saturated of dentists. عشان أنت كدنتست تحصل شغل it's really hard. أما المقاطعات الشمالية فهي أسهل الشغل بالنسبة للشغل، بس للهجرة ما عندي أي معلومة. طريق المعادلة بالدراسة أفضل أو طريق الامتحانات أفضل؟ ده ذكرناه. yes. ما هي المهنة الأفضل طبيب الأسنان في كندا بعد الهجرة بفترة المعادلة لعدم البعد عن المجال؟ دي تكلمنا Dental Assistants. تكلمنا عنها Dental Assistants. وكمان أبغى أذكر شيء، إن في courses زي Denturis اللي هو في هنا شيء اسمه دنتورس اللي هو اللي يسوي الأطقم الأسنان، تقدر تدرسها لمدة سنة وتفتح عيادة خاصة فيك وتصير تشتغل بس في الأطقم. وفي كمان تقدر تاخذ كورس وتصير في الأوفيس حق الدنتال أوفيس، تشتغل في الريسبشن أو كمانجر، كمان كورس لمدة 6 شهور، وكمان مدعوم من الدولة عن طريق الأوساب. في معنا سؤال من يوسف شعبان، شو في إمكانية الواحد يشتغل أول ما يوصل عشان يقدر يصرف وعادل شهادة؟ ممكن صحة عامة أو أي شيء له علاقة بالصحة ولا صعب؟ سؤال تاني، كيف ممكن نشتغل اللي هو حضرتك قلتي اللي هو الهايجين؟ Yes, the hygiene is depend from province to province. It depend on the schools. اللي عرفها هنا زي كلية فانشا تتطلب من أطباء الأسنان إن يعيدون بعض الكورسز من الهاي سكول عشان يدخلون هايجينس. في بعض الجامعات إنه يقبلون شهادتك، وفي على حسب، بس إنك تشتغل هايجينز directly you can't unfortunately. بس again dental assistants يفضلون الفيميلز أكثر من الميلز، حتى الهايجين للأسف يفضلون الفيميلز أكثر من الميلز. تمام. معنا سؤال من عمر، كم راتب طبيب الأسنان؟ It depends. إذا عندك عيادتك الخاصة طبعا راتبك يكون عالي، إذا كنت تشتغل part time في عيادة وفي الجامعة، يعني أنا مثلا أشتغل في الجامعة الراتب يختلف، بس الراتب إنه تقدر تعيش كعيشة كويسة هنا في كندا. يعني estimated الأور كام؟ It depends. It's not hour. It's ratio. يعني إذا أشتغل في عيادة 60% صاحب العيادة و 40% للطبيب. إذا كنت أشتغل عيادتي الخاصة طبعاً كل اللي تشغله لك، بس you have another expense إنك أنت تدفع materials, assistance, يعني maintenance, receptionist, manager. ف I can't tell صراحة. وإذا عندك شهادة دكتوراه أو تشتغل في الجامعة طبعاً راتبك يكون يختلف، فيعتمد General Practitioner Specialist يعتمد. تمام. المدة التي تستغرق المعادلة من محمد مرزوق. Again يعتمد من شخص لشخص، في ناس يفضلون أنهم يأخذون المدة الكفاية عشان يدخلون الاختبارات متحضرين، وفي ناس they take it within a year. So it's depend يعني. كنت حضرتك ذكرتي بتقولي الاختبار بيتعمل كل سنة، دلوقتي بقى هذا يتعمل كل 6 شهور، وفيها الحين new regulation احتمال يسوونه كل 3 شهور. ف the new regulation I don't know about it. دي هيبقى على اكتوبر ان شاء الله. على اكتوبر ان شاء الله. في سؤال، هل الشغل كمساعد دكتور اسنان محتاج شهادة او دبلوم؟ يعتمد من province لprovince. في اونتاريو لا، بس يطلبون عشان تاخذ اشعة لازم تاخذ كورس 300 دولار أو 500 دولار لمدة ثلاث أسابيع، و you will be able to work as a dental full a dental assistant. Some province they require إنك أنت تسوي الإكزامز، هو عبارة عن 2 exams. واللي سمعته إنه سهل. هل سؤال من عبد الله حسن، هل تحضير الماجستير يستلزم تصريح مزاولة المهنة؟ لا، تقدر تجي زي ما قلت في بعض الدول ترسل طلابها بعثات يدرسون هنا، ما عندهم يكون لايسنس ويدرسون ماستر أو سبيشاليتي. والناس اللي في كندا طبعا الجامعات تفضل الناس اللي عندهم لايسنس، بس again it's not mandatory, it's not one of the rules أو ال requirements they ask for it.
وفي طبعا اكثر من ماستر انت كطبيب اسنان تدخل فيه، لان في هنا كثير مجالات تقدر تدخل، اورال مايكروبيولوجي، اورال بيولوجي، يعني في كثير، في تقدر تدخل ماستر بايوميديكال انجينير، يعني مو بس في الاسنان، في تشعب للاسنان. في سؤال جالنا على الفيسبوك، الخطوات من البدايه شرحناها في الفيديو اللي فات، التكاليف كامله يعني تكاليف الامتحان، ولو في اقامه في اماكن اسعارها مناسبه، والوقت الكافي، الاجراءات، اتوقع ده كله جاوبنا عليه في الفيديو الاول الخاص بالمعادله. فاتمنى تراجع الفيديو. معانا سؤال دلوقتي، ممكن بس تاكد يعرفنا ازاي هنقدر ندفع تكاليف الامتحانات من اول الاي اف كي، واذا في قرض ايه كافيته، هل بيحتاج كو سيجنال؟ والله بالنسبه للقروض اي دونت نو اذا يحتاج كو سيجنال او نو، بس اتس ا بروفيشنال، يعني بروفيشنال لون، يعطوك لاين اوف كريديت، سو اي دونت ثينك سو يو نيد ا كو سيجنال او ساين. كم القرض اي دونت نو، اي ثينك اتس اراوند $100,000. يدفعوا لك من اول الاي اف كي لين النهايه، بس يو هاف تو باي باك وذ انترست. مهم موضوع الانترست. كان في كمان في ناس بتدي كورسات اسعارها من اول 4000 عشان يساعدونا نجيب سكور عالي في الاي اف كي، فيها لازمه ولا طبعا اي هايلي ريكومند، لان هذه الكورسات ولازم تروح عند كورس ريلايبل كورسز زي بريب دكتور، ذي ار ريلي ريلايبل كورس، لان اللي يعطي الكورس اصلا هو خريج جامعه تورنتو وهو معيد في جامعه تورنتو، فالاجوبه حقتها اتس اكوريت. اجين انا قلت المشكله في معادله كندا، البورد الكندي او الان دي بي يعطون الاسئله من غير اجوبه، والاجوبه يعني كلها متشابهه وكلها صحيحه، فلازم يكون واحد دارس هنا او عارف هنا ويدخل كورسز عشان هي جيت ا هاي سكور. فاي هايلي ريكومند، يعني دونت تيك ذا تشانس انك انت تدخل الاختبار بدون كورس. معانا اخر سؤال من الدكتور علاء الحسيني، هو اخويا بالمناسبه. اهلا وسهلا دكتور علاء. هو بعت لي دي شهاده الزماله البريطانيه المتخصصه في التقويم، ماذا تعادل في كندا وكيفيه معادلتها؟ تقدر تبص عليها كده؟ unfortunately كندا ما تعترف بشهادات بريطانية، لازم معادلة، بس يقدر يشتغل في الجامعة كأكاديميك ويعطوه أكاديميك لايسنس يشتغل في الكلينيك. وبكده نكون خلصنا كل ما يخص طب الأسنان في كندا. يعني أكيد في أسئلة كتير إن شاء الله نحاول نعرضها على دكتورة سارة إن شاء الله. شكرا جدا دكتورة سارة. يعني كده لو عندك اي استفسار، لو في اي حاجه ناقصاك، اتمنى تكون اكيد شفت الفيديو الاول اللي اتكلمنا فيه عن المعادله، والفيديو النهارده جاوبنا على كل الاسئله اللي وصلتنا. يلا نتمنى نشوفكم في خير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.